عشان نعرف تفاصيل أكتر عن البطولة الدولية للتنس طبعا الناشئين. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الكابتن حسام محرم مدير البطولة الدولية للتنس عشان نعرف منه كل التفاصيل المتعلقة بهذه البطولة والتي تقام في المنصورة. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بيك يا أستاذ جمانة وبرحب بأستاذ مصطفى. صباح الخير يا مصر. طبعا أحب أشكر في البداية المهندس إسماعيل شافعي على ثقته الكبيره في نادي جزيره الورد لاقامه البطولات الدوليه على ملاعب نادي جزيره الورد، وايضا الاستاذ طارق عبد الهادي رئيس مجلس الاداره لتوجيهاته كلاعب تنس اللي دايما بتسري لعبه التنس في جمهوريه مصر العربيه. بطوله التنس الدوليه بتشارك فيها اكثر من 20 دوله من مختلف الجنسيات، من امريكا، الهند، باكستان، كازاخستان، السعوديه، العراق، تركيا. لاعيبه كتير جدا تصنيفها من التصنيف العالي. ده بيسري البطوله، بتبقى من اقوى البطولات الموجوده في البطولات الدوليه بالITF. الحمد لله رب العالمين الملاعب عندنا من احسن الملاعب، كل اللعيبه بترتاح فيها عندنا. الحمد لله رب العالمين بطولة قوية جدا. اللاعبين المصريين بتشارك بكل قوة. وصلت اللاعبة كنزي امبارح عبد العزيز للأدوار الرئيسية، ويعني المصريين الحمد لله ماشيين بشكل كويس. طب في سؤال ربما يعني بيتبادر على الذهن الكل لما يعني الواحد يسمع أو يشوف خبر زي ده، هل المنصورة مؤهلة سياحيا إن هي تستقبل كل هذه الوفود من كل هذه الدول بفنادقها بمرافقها بملاعبها؟ يعني احنا يعني عارفين ان في طفره طبعا في المنصوره الجديده، وعارفين ان نادي جزيره الورد من اهم النوادي اللي ممكن تستضيف التنس، ولكن انا بتكلم على المدينه بشكل عام. لا، مدينه المنصوره يعني طبعا بتشهد طفره كبيره جدا في الناحيه الجماليه، الناحيه الفندقيه. طبعا الحمد لله احنا بقالنا بنستعد البطوله من شهر 6. طبعا جهزنا استعدنا الفنادق القريبه من النادي على بعد خطوات. ده طبعا كان عامل مهم جدا. البطوله تقام في نادي جزيره الورد. موضوع الاقامه موضوع بيبقى عامل مهم جدا. الاتحاد الدولي بيبقى عليه عامل هيرت سبوت جامد، فده الاقامه عندنا لا اقامه عاليه، الفندق على مستوى عالي، الملاعب على مستوى عالي، المواصلات، المطاعم، كل ده متوفر لكل اللاعبين، والحمد لله رب العالمين مفيش اي مشكله على مدار البطولات اللي فاتت كلها. طيب كابتن حسام، زي ما حضرتك بتتكلم عن أهمية هذه البطولة وإنه يعني مدى حجم هذه البطولة، ف يعني أكيد في وجه تنسيق بين الاتحاد المصري للتنس وبين النادي أيضا وبين المحافظة. طبعا الأستاذة مروه مدير الاتحاد دايما على تواصل معانا في موضوع التنظيم والملاعب والاقامه، دايما على تواصل معانا يوميا. الحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس جدا. كل يوم بيمر علينا الملاعب، كل يوم النشاط تخلص على الساعه 9 10 بالليل. امبارح مخلصين الساعه 10:30، كان نشاط قوي جدا. الماتش بيقعد اكتر من ساعتين 3 ساعات في نشاط كده. فبس الحمد لله رب العالمين الدنيا ماشيه كويس جدا جدا. ومن حيث التنظيم عندنا يعني مش عايز اقول، بوجه الشكر من خلال منصه الاعلام صباح الخير يا مصر لكل صيغه الملاعب وعمال الصيانه بيتعبوا من الساعه 6 صباحا بيجهزوا الملاعب للتدريبات، بتقام المباريات الساعه 9 صباحا. طبعا مجهود كبير جدا طبعا من خلال اشراف الحاج ابراهيم الجمال مدير تنفيذي النادي ايضا برضه. كله خليط نحل موجوده في النادي في لانجاح هذه البطوله. الاعمار بالمشارك الخاصه بالمشاركين بتتراوح من سن كام، وعدد المصريين او اللاعبين المصريين كام لاعب بالتحديد؟ اللاعبين المصريين المتواجدين يعدوا من حوالي 60 لاعب على مستوى مصر. اللاعبه الروس موجودين بشكل كبير في بطوله المنصوره. الاتراك والتوانسه برضو موجودين بشكل قوي في البطوله. المانيا برضو موجوده بتشارك، وامريكا موجودين بشكل قوي في بيعملوا مباريات قويه جدا امبارح. فالحمد لله لا النصيب اللي بيشيله بشكل كويس. عندنا اللاعب نور فتح الله المصنف الاول على مصر، امبارح عمل مباراه قويه جدا وفاز، وصل للدور الكوارتر. فما شاء الله لا ماشيين كويس جدا الحمد لله، ان شاء الله يبقى في النهائي في مصريين ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طب كابتن حسام سريع، حضرتك قلت لي في 20 دوله مشاركين في هذه البطوله، يعني حوالي عدد اللاعبين واللاعبات قد ايه؟ مدينه المنصوره بتستضيف كام لاعب ولاعبه؟ طبعا ده بجانب بقى المدربين وما الى ذلك، يعني اعتقد بيكون في كمان مرافقين للاعبين واللاعبات، فحوالي كام شخص موجود؟ هو طبعا عدد كبير، وطبعا واجهنا في البدايه في الاقامه يعني تقريبا اخذنا الفندق كله واخذنا من حوالي يعني لابد شهر 6 حاجزين الفندق على في ميعاد البطوله، كنا بنستعد للموضوع ده. لا عندنا من اول دور قبل التمهيدي للدور الرئيسي حوالي 150 لاعب طبعا في لعيبه معاهم هؤلاء امورهم في الكوتش طبعا، لا موجود عدد يعني نعدي ال 300 فرد موجودين في على ارض نادي جزيره الورد. كل التوفيق ليك يا كابتن حسام، وكل التوفيق للمنصوره بفنادقها بمرافقها. سعيد جدا ان في تنوع في اختيار المدن الخاصه باقامه البطولات، اللي ما بتقتصرش بس على القاهره او اسكندريه او المدن السياحيه الكبرى على المتوسط او البحر المتوسط الاحمر، لا في طبعا اختيارات في الدلتا وفي الصعيد، وده شيء كويس، شيء جميل جدا طبعا بكل تاكيد. واحنا بنتكلم 150 لاعب ولاعبه، ويعني عدد كبير بأسرهم بالظبط والمدربين وما الى ذلك، ده رقم كبير جدا انه مدينه المنصوره تقدر انها توفر الخدمات اللازمه لكل هذا العدد، ده شيء ايجابي ومبشر جدا بكل تاكيد.